السلام عليكم يا سادس، كيفكم اليوم؟ في آخر درس لنا أخذنا عن الشراء الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية، وفرقنا بين الشراء التقليدي والشراء الإلكتروني والميزات والإيجابيات والوسائل والطرق والاحتياجات لكل شكل من أشكال التجارة الإلكترونية سواء أو التقليدية. اليوم رح نحكي عن البطاقات الإلكترونية. إذا تتذكروا الوقت في صفحة 10 لما حكينا عن الشراء الإلكتروني قلنا بنقدر نستخدم البطاقات الإلكترونية للشراء. شو أول شيء؟ شو المقصود او شو تعريف البطاقات الالكترونيه مع بعض بصفحه 11؟ البطاقات الالكترونيه ليش احنا بنستخدمها؟ بسبب الكم الهائل التطور الذي يشهده عالمنا الحالي، فانه بالاونه الاخيره شهدت الحركه الاقتصاديه تقدما ملموسا من خلال شبكه الانترنت. لذلك تبعت هذه الحركه مجموعه من الاجراءات لاتمام عمليه التجاره الالكترونيه، ومن هاي وسائل الدفع الالكتروني والمتفق عليها من الجميع وابرزها البطاقات الالكترونيه. اذا البطاقات الالكترونيه هي عبارة عن وسيلة دفع مقابل الشراء الإلكتروني بشكل عام أو بشكل بسيط. البطاقات الإلكترونية هي عبارة عن وسيلة دفع للمبالغ المستحقة في الشراء الإلكتروني. أشكال البطاقات، في عنا أول شيء بطاقة الفيزا، فينا ابتدائي بطاقة الائتمان، فينا ثلاث بطاقة التسجيل على الحساب، أربعة بالصفحة اللي بعد صفحة 12 بطاقة الدين، كم من هون بطاقة الدين اللي هي الديبت كارد، بطاقة البطاقات المدفوعة مسبقا، وآخر شيء عندنا البطاقات الذكية اللي اسمها الكارد. هلا رح نحكي عن كل واحدة تعريفها وأمثلة عليها، تمام؟ نبدأ بطاقة الفيزا الإلكترون مع بعض بصفحة 11 بالجدول، هذا جدول حفظ مهم. شو مصدرها؟ البنك. إذا مصدرها البنك، هذا أول شيء بدك تعرفه عن الفيزا. ثاني شيء وظيفتها تمكن حاملها من إتمام عمليات الإيداع والسحب والشراء. وظيفتها سحب إيداع شراء إلكتروني. طيب نيجي لبطاقة الائتمان. بطاقة الائتمان يا سادس مصدرها يا إما البنك مثل الفيزا، أو في عندنا المؤسسات المالية، المؤسسات المالية. تاني شو أهم منها؟ شو وظيفتها؟ بتمكنك الحصول على سلع لخدمات محلات أو أماكن معينة، هو الشراء التقليدي، يعني بدك تدفع فيها الشراء التقليدي، وبرضه بنفس الوقت بتمكنك من الحصول على قرض، قروض تسدد ضمن فترة معينة وبالاتفاق عليها مسبق. مثال على بطاقة الائتمان، مثال عليها شو حكينا؟ فيزا كارد واضحة، أما بطاقة الائتمان هي بنحكي لها ماستر كارد، تمام؟ نيجي لبطاقة النوع الثالث، هي بطاقة التسجيل على الحساب. بطاقة التسجيل على الحساب مصدرها البنك، وين مصدرها؟ البنك يا سادس، يعني ما في زي مثلا زي الماستر كارد بتقدر تاخذها من مؤسسة مالية، فقط البنك. تنين وظيفتها بمكن الحصول على قرض للشراء من المحلات التي تتعامل مع البطاقة، إذا قروض، وظيفتها برضه تسديد المبلغ في أي وقت وضابط الربح للبنك. إذا بهاي القروض اللي بيقدر اللي بياخذها للشراء لاستخدام عمليات الشراء في لها شروط. أول شيء حدود زمنية معينة، حدود زمنية معينة، يعني مثلا إذا أخذ قرض اليوم لازم يسدده مثلا خلال شهر أو شهرين باتفاق مسبق بيناتهم. تلات تسديد المبلغ للبنك في الوقت المتفق عليه. تلات إضافة ربح البنك، إضافة ربح البنك مبلغ
معين، يعني مش بدون حد، في حد متفق عليه. اذا اتبنت عن المتاخر اذا مصدرها البنك، الخدمات بتعملها سحب، ايداع وشراء الكتروني او تقليدي، ما بتفرق. التاخير اسمع الماستر كارد، يا اما عن طريق المصدر عن طريق البنك او المؤسسات الماليه. الخدمات بتقدم الشراء التقليدي والالكتروني، والقروض تسدد ضمن فتره معينه. بطاقه التسجيل على حساب مصدرها فقط البنك بتقدم قروض، لكن القروض عليها شروط، حد زمني معين، يعني لازم الناس في فتره زمنيه معينه. بطاقه ربح البنك، يعني اذا انا مثلا اخذت 500 دينار بدي اسددها بعد شهر مثلا ب 515 مثلا، اوكي؟ هذا اسمها ال 500 زياده اسمها فائده او ربح بنكي، اسمها فائده او ربح بنكي. نيجي لبطاقه الدين، نفتح على الصفحه 12. بطاقه الدين هي الديبت كارد، نحكي لها ديبت كارد، مصدرها يا مس البنك، وظيفتها تمكن حاملها من ان يقوم بفتح حساب البنك وخصم على قيمه الفواتير. اذا تمكنه من فتح حساب في البنك، وبرضه تمكنه من الحصول على خصومات الشراء. يعني زي تكون انه مثلا اللي حامل هاي الديبت كارد، اول شيء بتقدر انك انت تاخذ تفتح حساب في البنك، وبنفس الوقت بتمكنك من الحصول على خصومات في محلات معينه، بضائع معينه بنسب متفق عليها من قبل، بكون مخبرك عنها المؤسسه الماليه هي البنك اللي اعطاك اياها، شو المحلات او المركات او الاماكن اللي بتقدر تشتري منها ضمن الخصم. البطاقات المدفوعه مسبقا، البطاقات المدفوعه مسبقا نركز عليها كثير، هي اصلا فيها زي شراء رصيد الانترنت والهاتف، بطاقات زي امنيه وزين واورنج، هاي البطاقات تبعت الرصيد او الانترنت، هي هاي البطاقات المدفوعه مسبقا، محل يعني محل مصدرها او مكان انت بتقدر تشتري منها، اي محلات مخصصه للبيع، محلات مخصصه للبيع او السوبر ماركت او هلا صارت هاي البطاقات موجوده في كل مكان، المحلات المخصصه للبيع هذا مكان اصدارها او شرائها. اذا شراء حاجات الانترنت او تعبئه الرصيد، اذا تعبئه الرصيد او الانترنت. البطاقات الذكيه السمارت كارد، هذا اخر شيء رح نتعامل له، وظيفتها اتمام اغراض متعدده زي فتح الابواب، زي الكارد اللي بيفتح فيها البوابات، زي مثلا بتكون موجوده بالاوتيل، لما تروح على الاوتيل بتستخدم الكارد اللي بيعطيك اياها الريسبشن عشان تفتح الباب، او تضوي الكهرباء الموجوده عندك بالسويت، او مثلا كمان برضه بتقدر تستخدمها هاي البطاقات اللي هي مثل الابواب حكينا عنها، برضه كمان بتقدر تستخدمها في اوقات الدوام كالموظفين، اللي هي مثلا بدل البصمه في بطاقات بتحدد اوقات الدوام وصول الموظفين الدخول الى شبكات الحاسوب. الوظيفه الثانيه دخول الى شبكات الحاسوب، وثالث شيء يساعدنا سحب المقروض. لهون يا سادس بتمنى يكون كل شيء واضح، هيك صار درس، انه هيك احنا كملنا درس الشراء او التجاره الالكترونيه او الشراء الالكتروني. حكينا اليوم عن البطاقات، بدينا بطاقه الفيزا، بعدين رحنا على الماستر كارد، بعدين حكينا عن بطاقات التسجيل على الحساب، حكينا عن بطاقات الدين اللي هذا من هون على صفحه 112 اللي هي الديبت كارد. الديبت كارد، وحكينا عن البطاقات المدفوعه مسبقا زي بطاقات امنيه وزي الورق اللي على الرصيد او الانترنت، وحكينا عن البطاقات الذكيه اللي هي السمارت كارد. اذا صار في عندنا مره ثانيه الفيزا، صار في عندنا ماستر كارد، صار في عندنا بطاقات التسجيل على الحساب، الديبت كارد، والبطاقات المدفوعه مسبقا مثل البطاقات زي الاورنج وامنيه تبعت الرصيد والانترنت، والسمارت كارد اخر شيء عندنا. تمام، هدول البطاقات موجودين، بدك تعرف اشكالهم، اساميهم بالعربي والانجليزي، مكان اصدارها ووظيفتها. بنكون هون يا سادس خلصنا درس البطاقات الالكترونيه وخلصنا درس التجاره الالكترونيه. بتمنى انكم تحلوا ورقه عمل رقم
2 موجودة بصفحة 13 هاي الواجب، رح أحط لكم إياها بواجبات اليوم، وإن شاء الله في الحصة القادمة رح ناخذ عن حقوق النسخ، وهو رح يكون آخر درس في وحدتنا، والوحدة الجاية رح نبدأ في العروض الإلكترونية وبرنامج باور بوينت. تلاقوا معنا سادس، يعطيكم العافية، باي باي.